أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ ونكمل شرح كتاب حاشية الإمام إبراهيم البيجوري، الشيخ إبراهيم البيجوري، على شرح ابن قاسم الغزي، على كتاب كفاية الأخيار، على كتاب متن الغاية والتقريب للإمام القاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى جميعا، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم في النوع الثاني، القسم الثاني من القسم الرابع من أنواع المياه، وهو الماء الذي خالطه نجاسة. القسم الثاني منه إن كان كثير فوق الكلتين العبرة فيه التغير، يبقى الماء طهور لا ينجسه شيء، أي ما لم يتغير. الماء طهور، حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وإن كان ضعيف الإسناد إلا أنه يحمل بمعنى الماء طهور، أي إن لم يتغير، واخد بالك زي يعني لا يحمل خبث، لا ينجسه شيء بشرط عدم التغير. وإحنا قلنا عدم التغير شرط في تنجيس الماء إن كان فوق الكلتين، ده مذهب الشافعي، وإن كان أقل من كلتين يبقى يضر اختلاطه بالنجاسة مطلقا سواء تغير أو لم يتغير، لكن شرط التغير في الماء الكثير اللي هو فوق الكلتين فأكثر. وعشان كده بيقول إيه؟ فتغير، إحنا واقفين على قوله فتغير، أي عقب حلول النجاسة فيه، أخذا من الفاء الدالة على التعقيب، لأن الفاء دي تدل على التعقيب والترتيب، حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب، يعني يبقى التغير بسبب النجاسة، خدت بالك؟ لكن افرض هو اختلط بنجاسة لم يتغير، وبعدين تغير بعدها بأسبوع، ما يضرش، لأن هو ما تغيرش بالنجاسة، يشترط علشان تؤثر إنه يتغير بمجرد ملاقاة النجاسة، فيكون التغير بسبب النجاسة. خدت بالك؟ وعرفنا المعنى ده من كلمة فتغير، ما قالش وتغير، ولا قال ثم تغير، خدت بالك؟ فلو قال ثم تغير يدخل فيها التراخي، لكن هو لا، الشيخ عايز يبين لك إن لازم يكون التغير عقب حلول النجاسة، فيكون التغير بسبب النجاسة، مش بسبب حاجة تانية، مش بسبب طول المكث، لأنه ممكن يتغير الماء بطول المكث، إنك أنت تسيبه مدة يتغير، بس ده ما يضرش، تغيره بطول المكث لا يضر. فتغير أي عقب حلول النجاسة فيه أخذا من الفاء الدالة على التعقيب، فلو تغير بعد مدة لم يضر ما لم يعلم نسبة تغيره إليها، يعني التغير بعد مدة ما يضرش إلا إذا أنت عرفت أن التغير اللي بعد مدة ده ناتج برضو عن النجاسة، إنك لاحظت أن التغير ده فيه رائحة النجاسة يبقى كان ناتج عن النجاسة، أو فيه لون النجاسة ظهر يبقى ناتج عن النجاسة، أو فيه طعم النجاسة يبقى ناتج عن النجاسة حتى لو كان متأخر. لكن لو حصل تغير بعد فترة ملاقاة النجاسة بمدة ولكن ليست له علاقة بالنجاسة، لا لون ولا طعم ولا رائحة، يبقى لا يضر هذا التغير، لأن التغير ده بعيد عن سبب ملاقاة النجاسة. واضح؟ والمتبادر أن المراد فتغير كله، ده المتبادر أن يبقى الماء كله اللي تغير. أما إذا تغير بعضه، افرض المية كتير قوي وتغير شوية كده والباقي تبعد، زي حوض مية كبيرة، بحيرة كبيرة، فوقعت النجاسة في بقعة فيها، فصارت البقعة دي متغيرة لكن حواليها ما انتشرتش، إذا كان الجزء اللي ما تغيرش قلتين فأكثر يبقى ما يضرش، ما يضرش اللي ما تغيرش، ويبقى اللي ينضر هو الجزء المتغير من هذه البحيرة. واضح؟ لو كان الجزء المتبقي أقل من قلتين يبقى يضر، لأن احنا بنقول لما يبقى أقل من قلتين مفيش شرط تغير، مجرد الملاقاة كأنه يتنجس، خدت بالك ازاي؟ وعشان كده بيقول والمتبادر أن المراد فتغير كله، أما إذا تغير بعضه فالمتغير نجس طبعا، وكذا الباقي اللي هو حواليه إن لم يبلغ قلتين، فإن بلغهما فهو طاهر. واضح الكلام؟ فلا فرق في التغير، ولا فرق بقى في التغير إنه يكون حسي أو تقديري. يعني إيه حسي؟ حسي يعني أنت تشوفه،
بعينك أو تدركه بلسانك في الطعم أو تدركه بأنفك في الشم، يبقى ده تغير حسي يعني محسوس بالحواس. أو تقديري يعني إيه؟ يعني النجاسة اللي وقعت في الماء توافق الماء في الصفات، كبول انقطع ريحه ولونه. افرض بول كده أبيض خالص وملوش ريح، زي بول الواحد في الشتاء، البني آدم في الشتاء تلاقي بوله كتير لأنه طبعا ما بيعرقش والدنيا برد، فالتمثيل الغذائي سريع فيه، فبيتكون ميه من جوه بسبب التمثيل الغذائي عشان يحافظ على حرارته. عشان كده أول ما تبرد تبقى عايز تدخل الحمام. مش بتحصل الحكاية دي ليه؟ لأن بيحصل تمثيل غذائي جامد عشان يطلع حرارة تحافظ على حرارتك، على حرارة جسمك. يبقى الماء اللي بيطلع ده في الشتاء بيبقى ماء لا ليه لون أصفر لأنه كتير بقى ونازل ورا بعض، فيبقى لا ليه رائحة ولا لون، بخلاف ماء الصيف، البول بتاع الصيف. بول الصيف انت طبعا بتعرق والدنيا حر، فالتمثيل الغذائي تلاقيه راكد، وعلشان كده هتلاقي الواحد ناس تنابله في الحر، واخد بالك ازاي؟ يبقى عايز ينام على طول، تروح هناك في السودان والبلاد دي، واخد بالك، يصحى من النوم ينام تاني من الحراره الشديده، واخد بالك ليه؟ لان مفيش تمثيل غذائي. كل ما يبقى في بلاد فيها بروده كل ما يبقى في نشاط، عشان الجسم كله بيحرق، واخد بالك؟ فتبص تلاقي البول في الحر يبقى لونه غامق او ريحته شديده واضحه، حتى لدرجه بعض الناس يقول لك انا البول بتاعي يا دكتور بقى لونه اصفر قوي، لان هو لما خلص الشتاء ودخل في الصيف يخاف، لا يفتكر يبقى عنده، وبقت ريحته كده ما كانتش الاول كده، لكن ده العادي، خدت بالك؟ افرض بقى البول بتاع الشتاء ده اللي هو الذي انقطع ريحه ولونه، بقى لونه لون الميه، هيقع في الميه، طب ما انا مش هعرف احكم بتغير، ما هم زي بعض. نقوم نعمل ايه؟ يقول لك ايه؟ تقديريا اقدر الكميه دي لو كانت في طعم الخل ووقعت في الميه تغيرها؟ لو قالوا لي تغيرها يبقى تضر، ما تغيرهاش يبقى ما تضر. وبعدين اقدر ان الكميه دي في لون الحبر، حبر طبعا عارف انت الحبر، واخد بالك؟ فلو كانت الكميه دي بلون الحبر ووقعت في الميه دي تغير لونها؟ اسال الناس عرفا، يا جماعه الكميه دي لو وقعت وكانت حبر تغير؟ يقول لك لا ما تبانش، ده ميه كتير يبقى ما تغيرش ما تاثرش. وبعدين اقدر ان الكميه دي تبقى، احنا قلنا طعم الخل ولون الحبر ورائحه المسك، اقدر ان الكميه دي كانت مسك ووقعت في الميه تغير ريحها؟ بيقولوا لي ما تغيرش يبقى ما تضرش، قالوا لي تغير يبقى تضر. يبقى ده اسمه التقدير، يبقى انا بقدر. اقدر ايه؟ اقدر الصفات العنيفه في النجاسه. فاكر انت في التغير بالمائع الطاهر؟ احنا قلنا نقدر صفات متوسطه، لكن في النجاسه نقدر صفات غليظه، لان اللي غلط حكم النجاسه. لكن لما نيجي في الطاهرات اقدر اذا كانت زي ماء ورد انقطع ريحه، ماء الورد ده طاهر، مش كده برضو؟ من غير البول بقى، البول نجس. لكن ماء الورد ده طاهر وانقطع ريحه، وقع في الميه. احنا بنقول ان الماء المتغير بغيره من الطاهرات يبقى طاهر غير مطهر. مش كده برضو؟ فاكرين لما اتكلمنا عليه في الاقسام؟ طب افرض اذا كان تغير حسي وتغير كتير يمنع اطلاق اسم الماء عليه بالشروط دي اللي احنا قلناها. طيب افرض كان الواقع فيه موافق للصفات، او ما انا اقدر على منهج ابن عصرون اللي قاله الروياني، فاكرين الكلام ده؟ انتوا بتذاكروا؟ طيب فنقدر صفات خفيفه، نقول مثلا بلون الرمان، بطعم الرمان، واخد بالك ازاي؟ وبرائحه اللازن اللي هو اللبان، مش كده؟ او بطعم العنب، لان دي حاجات خفيفه، واخد بالك ازاي؟ مش غليظ. واقدر برضو اذا كان باللون ده او بالطعم ده او ده يغير، يبقى ده بقى متغير ويبقى طاهر غير مطهر، مش كده برضو؟ في القسم الثاني في موضوع النجاسه التقديريه بنقدر صفات غليظه، لون الحبر، رائحه المسك، واخد بالك ازاي؟ طعم الخل. عشان كده الناس يقول لك خليتها خل، يعني بوظت الميه، فهمت ازاي؟ ادي المثل جاي من هنا، لانه كان زمان العلماء الناس كلها ازهريه، ما كانش في تعليم تاني، كان كل الناس لازم يمر على الازهر الاول، فلما يجي حاجه تبوظ يقول لك ايه؟ خليتها خل،
ادي جايه من هنا، لان بيقدرها خل، فاذا قدرها خل وغير يبقى بوظها. ادي سبب المثل المصري اللي جاي من نبع اصلا من دراسه الفقه، واخد بالك؟ فهنشوف هنا بيقول ايه. ولا فرق في التغير بين ان يكون حسيا او تقديريا. مش هقول بقى انه علشان موافق للصفات وقع ما تغيرش يا عم، يلا لا اقدر بقى اذا كان موافق للصفات. بان وقع في الماء نجس يوافقه في صفاته كالبول المنقطع الرائحه واللون والطعم، فيقدر مخالفا اشد، الطعم طعم الخل واللون لون الحبر والريح ريح المسك. واضح؟ فلو كان الواقع قدر رطل من البول مثلا اللي هو المنقطع الرائحه والطعم واللون المذكور، فنقول نقدر بقى اهو، ادي عشان كده اقول تقديريا. فنقول لو كان الواقع قدر رطل من الخل هل يغير طعم الماء يا ناس؟ او لا؟ فان قالوا يغيره حكمنا بنجاسته، وان قالوا لا يغيره يبقى العرف. احنا بنسال الناس اهل الخبره، او اسال نفسي اذا كنت انا من اهل الخبره. فهمت ازاي؟ وان قالوا لا يغيره نقول لو كان نقول نقدر بقى الصفه الثانيه. نقول لهم طيب لو كان الواقع قدر رطل من الحبر هل يغير اللون؟ او لا؟ فان قالوا يغيره حكمنا بنجاسته. وان قالوا لا يغيره نقول لو كان الواقع قدر رطل من المسك هل يغير ريحه او لا؟ فان قالوا يغيره حكمنا بنجاسته، وان قالوا لا يغيره حكمنا بطهارته. وهذا اذا كان الواقع فقدت فيه الاوصاف الثلاثه. طب افرض البول بقى فيه ريحه لكن لونه لون الميه، يعني في صفه بس واحده اللي هي اللون بس، لكن لا ليه طعم ولا رائحه، لكن اللون بس هو المتغير. اقوم اعمل ايه؟ ووقع في الميه وما غيرش اللون، او ما قدر بقى الصفات الخاليه دي، اقدرها بقى، اقدر الصفات اللي مش موجوده بدل ما قدر الثلاثه خلافا للبرماوي المحشي. فاكر زمان في الطهيرات البرماوي قال نقدر الثلاثه لو فقد احدى الصفات، صح؟ البرماوي المحشي الاولاني قبل الشيخ. لكن الراجح وما ذهب اليه الروياني نقلا عن ابن عصرون من المتقدمين من الشافعيه ومن اصحاب الوجوه، قالوا لا احنا نقدر المفقود، الصفه المفقوده، انما الصفه الموجوده خلاص. فهمت ازاي؟ نقدر الصفه المفقوده. فبيقول هذا اذا كان الواقع فقدت فيه الاوصاف الثلاثه، فان فقدت واحده فرض المخالف المناسب لها فقط. فهمت ازاي؟ ومثله يجري في الطاهر، برضه في الطاهرات، على المعتمد. على المعتمد خلافا لمين؟ للمحشي البرماوي اللي هو يقول لك نفرد الثلاثه. فهمت؟ ولو زال تغيره لا بشيء. طب افرض تغير، دي مساله بقى ثانيه، افرض ان الميه وقعت فيها النجاسه دي تقديريا او حسيا غيرت، حكمنا بتغير الماء، فسيبنا الميه دي فتغيرت بنفسها بعد اسبوع. تغيرت يعني ايه؟ يعني بعد ما تغيرت زال التغير، بعد ما تغير لون او الطعم او الرائحه، سيبناها احنا اسبوع كده في الشمس والهواء والدنيا، بصينا لقينا بعد اسبوع الميه بقت حلوه، رجعت تاني زال التغير، يقول لك خلاص كويس طالما بنفسها. او باضافه ماء عليها ولو كان هذا الماء متنجس، بحيث كسرنا بالاكثار، ففضلنا نضيف ميه 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 لحد ما بصينا لقينا زال التغير. خدت بالك ازاي؟ يبقى برضه ما يضرش. واضح؟ عشان كده بيقول ايه؟ ولو زال تغيره لا بشيء لوحده يعني، او بماء او بالاكثار بميه، ولو متنجسا او بما يخالف صفه النجاسه كان زال الطعم بالمسك، لازم يخالف صفه النجاسه، يعني النجاسه غيرت الطعم، اقوم انا ازيل التغير بحاجه ليها ريحه ملهاش طعم. واضح ازاي؟ لازم يخالف صفتها، لكن ما زلش النجاسه بحاجه توافقها، يعني التغير هنا في الطعم، يبقى ما احطش، ما غيرش انا في خل، لان انا كده خبيت التغير مش زلت التغير.
لازم اغير بحاجه تخالف الصفه، فهمت ازاي؟ فان زال التغير بما يخالف الصفه من الصفات، فاغير بالرائحه فاغير بها الطعم، او اغير بالطعم اللون، او اغير اللون بالرائحه، فهمت ازاي؟ لازم حاجه تخالف الصفه عشان ما ابقاش بخبي، والا بغمي عينيا واستعمل حاجه نجسه، فهمت؟ او بما يخالف صفه النجاسه كان زال الطعم بالمسك. الطعم انت عارف المسك ده رائحه مش طعم، يبقى انا ازيل الطعم بالمسك اللي هو ايه؟ اللي هو ليه رائحه، يبقى ساعتها ده ينفع، يبقى ينفع ان الميه دي ترجع تطهر تاني. دي وسائل تطهير المياه مهمه، الحاجات دي لما يبقى الميه قليله، لما تكون في حته الميه قليله وعندك الميه دي وقعت فيها نجاسه فتغيرت، وانت مش عايز تضيع عمليه الميه دي، عايز تستفيد بيها وتتوضى بدل ما تتيمم، وعايز تستعملها في غسل الاواني وتغسل، فتعمل ايه؟ تقوم تبتدي تفكر في الحكايه دي. انما احنا طول ما احنا عايشين في جنب النيل والحنفيه تفتحها بتنزل مفيش مشكله، لكن المشاكل دي بتهتم انت بيها لما تبقى في حرب، في معسكر، في رحله، في صحراء، فتلاقي الفقه يفيدك في الحاجات دي، مهمه الحاجات دي. او بما يخالف صفة النجاسة كأن زال الطعم بالمسك زال تنجسه. او طب افرض بما يوافق صفة الواقع. لو كان بما يوافق صفة الواقع يعني هو تغير في الطعم، فحطيت حاجة ليها طعم تاني اقوى من طعم دي، بحيث زال الطعم بتاع النجاسة، يبقى انا خبيته، يبقى ما زالش التغير لاني خبيته، فهمت ازاي؟ خد بالك. وخرج بقول او بما يوافق صفة الواقع كأن زال الطعم بالخل لم يزل تنجسه. افهم، لم يزل تنجسه، لان التغير لم يزل بل استتر، ده انا خبيته، استتر يعني استخبى. حلو قوي الدراسة دي مش كده؟ زي شيخ العمود بتاع زمان، او شيخ العمود بتاع زمان في الازهر كان بيطلع فقهاء ليه؟ لان يلزم عمود كل يوم يقعد من الساعه 9 الصبح للساعه 3، والطلبه راحه جايه، ويشرح كتاب واحد 40 سنه، كل ما يخلصه يرجع يجيبه تاني، كل ما يخلصه يجيبه تاني، كل ما يخلصه يجيبه تاني، هو كتاب واحد. كان زمان شيخ العمود كده، يقول لك ده متخصص في البخاري بقاله 50 سنه يشرح البخاري، وده متخصص في كتاب مثلا المجموع، وده متخصص في كتاب كذا. كان الازهر ده مليان علماء كبار، وتروح تخلص العمود ده تتنقل على العمود ده، تخلص العمود ده تتنقل على العمود ده كده، تلاقي نفسك بعد 20 سنه بقيت ايه بقى؟ ايه ده؟ قاضي شرعي كبير، راجل علامه كبير. انما الوقت للاسف الدراسه في الازهر بقت ايه؟ مذكرات، وده محذوف وده مش مهم وده مش عارف ايه، ومكتوبه بلغه الدكتور مش بالكتب دي، يعني كلام كده بالطريقه السندوتشات اللي هي تيك اواي. فدي بتطلع لك شيخ برضه تكاوي يقول لك اوكي جاهزين، بدل ما يقول لك استقيموا وارحمكم الله، واخد بالك؟ ده ما ينفعش. احنا عايزين نرجع تاني للدراسه الحلوه اللي هي نرجع لاصل عشان تدي لك الحس الفقهي، فهمت ازاي؟ مهمه الحاجات دي. احنا عايزين نعيد، نبقى عندنا ايه؟ نبقى عصريين، يعني دريانين بالواقع اللي احنا عايشين فيه، وفي نفس الوقت لينا جذور التراث بتاعنا ده، نرجع نفهمه وبعدين نطبقه على الواقع بتاعنا بصورة تناسب الواقع. هو ده الفقيه، الفقيه كده يربط الماضي مع المستقبل مع الحاضر، هو ده الفقيه. للأسف احنا فقدنا هذا النوع من الفقهاء، فأنا عايزين نعيده ان شاء الله. يمكن ربنا مأخر داعي الجهاد عشان نلحق نعيد الجيل ده، يوم الجيل ده بعد كده لما يجي داعي الجهاد يبقوا ايه؟ يبقوا يعني زي ما كانوا بيقول لك رهبان بالليل فرسان بالنهار، يبقوا علماء وفي نفس الوقت فرسان، يوم ما يفتحوا البلدان ينشروا الاسلام. انما انت الجيش بتاعنا اليومين دول اللي ما يعرفش حتى يتيمم، لو فتح البلدان هيعمل ايه؟ هيخرب البيوت، يخشوا على الستات ينتهكوا اعراضهم، واخد بالك؟ ويسرقوا البيوت ويكسروا الدنيا، واخد بالك؟ زي بيقول لك شوف المسلمين همج ازاي، هم دول لا، ده مسلمين جهله لا يمثلوا الاسلام. لازم نرجع شوف الصحابه لما جم مصر عملوا ايه؟ علماء. الصحابه كانوا علماء وفرسان. فتحوا البلد، عملوا المسجد، جمعوا الناس، علموهم اللغه العربيه، حفظوهم القران، طلع منهم العلماء.
وبعدين الناس دخلت في الاسلام اتجوزوا نسائهم، مش ينتهكوا اعراضهم، لا يتجوزوه وجابوا ذريه وجابوا بتاع، بقت مصر، بقت مصر بالحلاوه اللي احنا عايشين فيها. يعني انت لو تدور على كل واحد فينا هتلاقي وراه ابوه جده صحابي من الصحابه. فهمت ازاي؟ فاعمل بميراث اجدادك على الاقل، دي مهمه. ايوه بالاكثار، بس بشرط النزيل التغير. يعني انا عندي ميه، واخد بالك ازاي؟ الميه دي اقل من قلتين وغير متغيره واختلطت بنجاسه، فانا بحكم انها متنجسه وهي بلا تغير، مش كده برضو؟ لانها اقل من قلتين. وعندنا ميه فوق القلتين وقع فيها نجاسه غيرتها، رحت انا كبت دي على دي، فلما كبت دي على دي، دي صارت فيها قوه تتحمل انها تستهلك النجاسه فيها، فاختفى التغير، يبقى ينفع. فهمت ازاي؟ ادي الصوره، تخيلتها؟ بس ايوه، لا خلاص تبقى طهور. دي مهمه الحته دي، طهور. طهور يعني طاهر مطهر. أو بما يوافق صفة الواقع، كأن زال الطعم بالخل لم يزل تنجسه، لأن التغير لم يزل بل استتر وخرج بقول المصنف، فتغير ما إذا لم يتغير، بمفهوم المخالفة. في حاجة اسمها مفهوم مخالفة، وفي حاجة اسمها مفهوم موافقة، وفي حاجة اسمها منطوق. شوف يا سيدي، دلالة اللفظ عند النطق يسموها المنطوق، ودلالة اللفظ عند السكوت يسموها المفهوم. فهمت ازاي؟ المفهوم يعني ايه المفهوم؟ يعني انا قلت لك حاجة تفهم منها حاجة انا ما قلتهاش. حتى الناس يقول لك انت ما عندكش مفهومية، فيبقى المفهوم دلالة اللفظ حال السكوت، كويس؟ انما المنطوق دلالة اللفظ بس، دلالة اللفظ نفسه. فهمت ازاي؟ يبقى انا لما اقول لك مثلا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، يبقى انا افهم بالمنطوق اني ما اقول لهمش اف، وافهم بالمفهوم اني ما اضربهمش. صح ولا لا؟ هو ربك قال لك ما تضربهمش؟ طب انت فهمت منين ما تضربهمش؟ من المنطوق. يبقى فهمتها مش من كلمة اف تدل على الايذاء، ادنى ايذاء، ادنى الايذاء اف، والضرب ابلغ من الاف، يبقى يسموه مفهوم الموافقة الاولوي. يبقى انا فهمت اولوي يعني اولى، يعني الضرب يكون اشد واولى في النهي من كلمة اف. هو ربك قال لك اضرب؟ لما قالش، لكن افهم منها ان ممنوع اضربهم. ولا انا اروح اقول ايه؟ والله انا هضربهم وما انطقش وانا ساكت عشان ما ابقاش مرتكب الخطا، امسك كده واضرب ما اقولش اوف، بس الايه بتقول ولا تاكل لهم اوف، يبقى ده راجل غبي مش فاهم اللغه. فهمت ازاي؟ يبقى اللغه فيها حاجه اسمها مفهوم ومنطوق، فيها دلاله مفهوم ودلاله منطوق، مش كده برضه؟ ففي المفهوم موافقه ومفهوم مخالفه. مفهوم الموافقة قد يكون مفهوم موافقة أولوي زي ربك، أو مساوي. مفهوم موافقة أولوي يعني أولى، أو مساوي أو أدنى، أو أدنى. فهمت إزاي؟ مفهوم الموافقة المساوي والأولوي يحكم به، والأدنى يحتاج لدليل آخر. فهمت إزاي؟ يحكم به من النص. يعني ايه المساوي؟ انت عرفت الاولوي زي المثال اهو، ان الضرب اولى في النهي من الاف، صح؟ لانه ابلغ في الايذاء، يبقى منهي عنه بمفهوم الموافقه الاولوي. يقول لك ما الدليل على النهي على ضرب الوالدين؟ تقول قول الله عز وجل ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وهذا القول يدل على ادنى الايذاء، فدل على ان الايذاء محرم والضرب في الايذاء اشد، فهو يوافق بالمفهوم، فيكون الدليل من مفهوم الأولوي للآية. شفت كلام العلماء؟ أدي طريقة استدلال الأحكام. طيب المساوي إزاي؟
ربك سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ ولا تأكلوا مال اليتيم، واخد بالك؟ ده ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، تقول انا مش هاكلها، انا هحرقها، انا لا هاكلها ولا انا هحرقها، لان الواد ده غيظني، هروح ايه مولع في المال بتاعه. قال لك انا ما اكلتش، ربنا نهى عن اكل مال اليتيم، لكن ما قالش احرق، ما تحرقوش. نقول له لا، ما هو النهي عن اكل مال اليتيم معناه النهي عن تضييعه، والحرق فيه التضييع كالاكل، يبقى مساوي، يبقى بالمفهوم المساوي. فهمت المساله بقى ازاي؟ يبقى ده اسمه مفهوم موافقه. طب نيجي بقى المفهوم المخالف اللي هو نعكس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك في الغنم في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، يبقى بالمنطوق ان الزكاة تجب في الغنم السائمة اللي هي بترعى في الكلاء المباح بلا تكليف، يعني ما بتكلفهاش اكل وشرب، ما بعرفهاش. فهمت ازاي؟ يبقى دي اللي فيها الزكاة. يبقى انا فهمت ان الزكاة في الغنم السائمة بالمنطوق، وبالمفهوم المخالفة فهمت ان الغنم المعلوفة لا زكاة فيه، بمفهوم المخالفة. فهمت ازاي؟ واضح؟ هنا بقى اما بيقول لك فتغير، يبقى افهم على طول بمفهوم المخالفة انه لو لم يتغير ما يضرش. فهمت كلام الشيخ؟ مع ان الشيخ ما قالكش ان لو لم يتغير لا يضر. ليه؟ لان عارف انك انت راجل عندك مفهومية. فهمت؟ ادي المعنى كلام الشيخ. اسمع بقى كلامه بيقول ايه. وخرج بقول المصنف فتغير ما اذا لم يتغير، بمفهوم المخالفة، مش كده برضو؟ طيب هل مفهوم المخالفة اصلا، واخد بالك، فيه دلالة للاحكام؟ فيه خلاف كبير وفيه شروط طويلة ترجع لها في الاصول بقى ان شاء الله. مرة نبقى ندرس اصول الفقه معاكم كده مرة، ولو نجيب الورقات للجويني كده مختصرة نجيبها على بعضها كده ان شاء الله مرة، بس مختصر ناخد لنا فيها شهر، نخلصها في شهر بسيط، يعني اربع اعداد او خمسة مرة كده ان شاء الله، بس لما نمشي شوية في الكتاب، احنا كده مش ماشيين في الكتاب. فخد بالك بس بقى، او فتغير، يبقى خرج بقوله فتغير ما اذا لم يتغير فانه لا يتنجس، لان الماء الكثير لا ينجس بمجرد الملاقاة، سواء كان في محل واحد، سواء كانت الملاقاة دي في مكان واحد في المية او في اماكن متعددة. فهمت ازاي؟ في محل متعدد، سواء كان في محل واحد او في محال يعني متعددة مع قوة الاتصال، بحيث لو حرك واحد منها تحركا عنيفا يتحرك الاخر ولو ضعيف. يعني ايه؟ يعني انا عندي مية حطيتها في حضان كده، حوض وحوض وحوض، وبين كل حوض وحوض مواسير، واخد بالك ازاي؟ متصلين ببعض. فهمت ازاي؟ بس كل حوض على حدة اقل من قلتين، لكن مجموعهم يزيد عن قلتين بكتير. وقعت النجاسة في احد الاحواض، يبقى احكم بنجاسة كل الاحواض؟ وخد بالك ان النجاسة دي لما وقعت غيرت الحتة دي بس، او ما غيرتش الحتة دي بس، فاحكم بنجاسة كله لانه متصل، وكل واحد اقل من قلتين على حدة، ولا ينجس المتغير بس والباقي لا؟ فهمت ازاي؟ الحتة دي مهمة. قال لك تعمل ايه؟ حط ايدك في احد الاحواض ورجها جامد، لو تحركت بقية الاحواض بحركاتها يبقى ده اتصال يضر. فهمت ازاي؟ لو ما تحركتش يبقى كأنهم معزولين عن بعض، يبقى المتغير هو اللي تنجس بس. فهمت ازاي؟ شفت الفقهاء نبه ازاي؟ يحل لك المسألة، عشان انت لما تجي لك يا راجل يا فقيه المسألة دي، ويجي لك راجل عنده حيضان، واخد بالك ازاي؟ احواض كتيرة، زي كان زمان كان في حمامات، حمامات كده علشان الناس تستحمى فيها، لان ما كانش في حمامات في البيوت، قعدت فترة طويلة لحد ما بعد كده دخلت الحمامات جوه البيوت، يمكن من حوالي 100 سنة بس ولا اقل، لكن قبل كده ما كانش في الحمامات جوه البيوت. فكان تبص تلاقي الحمامات العامة دي اللي الناس تروحها، يبقى الراجل عنده أحواض كده زي البنيوهات بس مبنية كبيرة ومتصلة ببعضها، بحيث زي نظام الأواني المستطرقة، عشان لما يغرف من حوض يبقى كله يجيله من الثاني عن طريق الاتصال. فهمت ازاي؟
فكان ساعات يجي لك واحد دخل يستحمى ولا حاجه بتاع، يجي يتبول ما طرطش هيبوظ له كل الميه دي، فهمت؟ والراجل بقى صاحب الحمام ده راجل فقيه شافعي، ما هو الراجل يكون عنده عمه برضه وفقيه عالم، فيبقى ساعتها يعرف هل يريق الميه دي كلها ولا يخلي الميه دي للناس تستعملها، ولا تنجست ولا ما تنجستش. يروح جري للشيخ في الجامع اللي قدام الحمام، يقول له يا عم الشيخ الحق، في راجل دخلت ظبطته لقيته بيتبول في الميه في الحوض، وانا مالي الاحواض دي دافع فيها دم قلبي الصبح بالقربه، ارميها ولا ما ارميهاش؟ ولا الراجل ده يروح عند القاضي يكلفه ثمن ملي الميه علشان اضاع ماليه الماء ده، ولا ايه بالظبط؟ ما بتحصل خلافات، يقوم ساعتها القاضي يبتدي يحكم، يقوم يقول اه شوف، يساله يقول له يا راجل يا صاحب الحمام، لو انت رجيت الميه جامد في الحوض ده يتهز كله ولا ما يتهزش؟ يقول له ما يتهزش. قال له خلاص يبقى الحوض بس ده هو اللي ترميه، بيكلفك كام ملي؟ يقول له بيكلفني 20 جنيه ملي، اديله 20 جنيه بس واتحلت المشكله. فهمت ازاي؟ تمشي القضيه بالطريقه دي. فهنا بيقول ايه؟ ايوه اتفضل. ها؟ لا، ما وقعت النجاسه وتغير، حتى لو ملكي تغيرت الحوض ده اتغير. فهمت ازاي؟ ما هو ما تغيرش يمشي على مذهب الملكيه وقول عند الشافعيه. اتفضل. ها؟ لا، يبقى اللي تغير الجزء اللي تنجس الجزء المتغير بس، زي ما قلنا لو الميه كتيره والنجاسه حلت في حته غيرت دائره فيها والباقي فوق القلتين يبقى ما يضرش. لو كان الباقي اقل من قلتين والاتصال اتصال قوي بحيث يترج مع ده يبقى اتصال يؤثر. على نشوف، هنشوف اذا كان مجموعه قلتين يبقى ايه، ونبتدي نقدر نقول لو اختلط هيغير ولا ما يغيرش، نبتدي بقى نعمل نفس القصه. لا، مجموع الاحواض كلها لو كان الاتصال مؤثر. لو الاتصال مؤثر يعني ايه؟ حد التاثير ايه؟ ان لما ترج واحد يترج الباقي. لو الاتصال غير مؤثر يبقى خلاص اللي ينجس هو ده بس والباقي طاهر، لانه اتصال غير مؤثر بمصوره ضيقه ما يلحقش. فهمت ازاي؟ لكن لو الاتصال واسع يبقى هنا يؤثر. فهمت المسألة؟ زي بركة مية مثلا، بحيرة وتلاقي فيها اختناق في حتة ورجع الثاني وسط، بتحصل ساعات في بعض البلاد اللي فيها البحيرات، فجاء ناس عملوا الصرف الصحي بتاعهم على البحيرة دي، وابتدى بمرور الوقت بقى ينقع وريحته صنان وبراز وقرف، هل تأثر بقى بقية البحيرة بعد الاختناق ولا لأ؟ تبتدي تعمل المسألة دي برضه، تشوف لو اتهزت المية دي واخد بالك، تقوم تتهز المية الثانية يبقى ده اتصال يؤثر، وإذا ما كانش تأثر يبقى ده اتصال لا يؤثر. فهمت؟ شوف بقى يا سيدي بيقول إيه؟ سواء كان في محل واحد أو في محال مع قوة الاتصال، بحيث لو حرك واحد منها تحركا عنيفا يتحرك الآخر ولو ضعيفا، يبقى ده الاتصال المؤثر. فهمت ازاي؟ ومنه يعلم حكم حيضان بيوت الاخليه اللي هي الحمامات. ايام الامام البيجوري كان عندهم الحمامات دي مشهوره، فعايز يقول لك حكمها، حكم حيضان بيوت الاخليه، فاذا وقع في واحد منها نجاسه ولم تغيره، فان كان بحيث لو حرك الواحد منها تحركا عنيفا لتحرك مجاوره وهكذا، وكان المجموع قلتين فاكثر، لم يحكم بالتنجيس على الجميع. واضح؟ والا لو كان اقل من قلتين حكم بالتنجيس على الجميع، ان كان ما وقعت فيه النجاسه متصلا بالباقي، والا تنجس هو لوحده بس. يعني ولو لم يكن متصل يتنجس هو لوحده بس. زي انا عندي بنيوهات كده منفصله عن بعضها ومتصله بمواسير ضيقه. مهما ارج ده مش هيرج الثاني، لان دي ماسوره ضيقه، وجا نجس لي احد البنيوهات يبقى ده بس اللي اتنجس والباقي كله سليم. فهمت؟ ايوه خلاص، حتى الحوض ده مش ناجس، بس تعمل ايه؟ تزيل التغير بانك تنقله
تنقل من كوز هنا على كوز هنا على كوز هنا على كوز هنا، تلخبطهم، واخد بالك ازاي؟ علشان ما تاخدش الحته دي وهي طعمها، يا اما تتوضى من اللي هناك اللي مش متغير خالص، وهو بمرور الوقت هيروح ساحب بنظريه الاواني المستطرقه بالتدريج حبه بحبه لحد ايه ما يختلط كله بالتساوي. فساعتها يروح كاتب الراجل على الايه؟ على الاحواض، يقول لك ده نمره واحد تستعمله، وده نمره اثنين، وده نمره ثلاثه. فتستعمل نمره واحد الاول، ويروح حاطط غطا على ده يقول لك محدش يستعمله. فهمت ازاي؟ وهكذا، يبقى الاتصال يمشي خلاص. لا، ما انا ما اختار، ما احنا قلنا لو الميه النجاسه وقعت في جزء من ماء غيرت جزء والباقي لا، يبقى تنجس الجزء ده بس. لا 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 لا، معناه كده، ما هو قايله قبل كده لازم تفهمه من كلامه، يبقى الجزء ده متنجس بس، واخد، لو تغير الجزء ده وكان الاتصال ضعيف يبقى هو ده بس اللي تنجس. لو كان الاتصال قوي وتغير الجزء ده، واخد بالك، وكان فوق القلتين، يبقى لا يؤثر الجزء اللي مش متغير، والجزء المتغير يتأثر. فهم؟ لأن العبرة بالتغير أصلا. واضح؟ زي المثال اللي قلت لك في أول قعدة، إن وقعت النجاسة في وسط إيه؟ في وسط البحيرة راكدة. فبقى في المنطقة دي وحواليها دايرة كده من المية متغيرة، لكن لما أبعد ألاقي المية حلوة، لا لونها متغير ولا بتاع، يبقى المية البعيدة دي، بحس إن المية البعيدة دي فوق القلتين، يبقى خلاص اتوضى منه. فاهم؟ قوله يسير، ايوه واضحه بقى عشان ننقل. لو كان الواقع، استنى، وقعت النجاسه في دي، لو كان مش متصل واقل من قلتين تاثر في الحكم، يبقى الحبه دي تنجس. لو كان متصل واشوف اذا كان تغير والاتصال قوي يبقى ما ياثرش، ما ياثرش بباقي الماء، ما ياثرش بباقي الماء، واخد بالك ازاي؟ طالما قصدي الاتصال ضعيف يبقى ما ياثرش في باقي الماء، او الاتصال قوي وبقيه الماء فوق القلتين برضه ما ياثرش، واستعمل الجزء البعيد ويبقى اثر في المتغير بس. واضح الكلام؟ سهله يعني، انت ما هتطبقها تلاقيها سهله. ايوه حرك. ايوه طبعا طبعا، لان يبقى ده ماء قليل اختلطت به نجاسة ولا نشترط فيه التغير، مش كده برضو؟ خلاص يبقى كله اتنجس. لو كان بقى كثير وتغير جزء والجزء الثاني ما تغيرش والاتصال ضعيف ضعيف، يبقى اللي تغير هو اللي تأثر. الاتصال قوي يبقى الكل تأثر، واخد بالك ازاي؟ طالما برج كده بشرط ان لما يختلط كله يغير كله. طب افرض هو فوق القلتين والجزء ده تغير والاتصال قوي لكن الباقي ما تغيرش، بس الباقي اللي ما تغيرش ده فوق القلتين، يبقى الثاني ما يتأثرش، لكن اقل من قلتين الباقي الغير يتأثر. فاهم الكلام؟ سهل ان شاء الله. انت لما هتقعد تمعننا في البيت هتلاقيك فاهمها. عايز انقل بقى علشان نخلص، والا الشيخ العمود هيتحل على المعاش قبل ما يخلص الكتاب. عايزين نخلص الكتاب، انت بقى هتقراها في البيت براحتك هتلاقيها سهله مفهوم. فهمت؟ عايزين ننقل. ايوه ما هو بالعبره بالاتصال خلاص، وهيغير يبقى خلاص يغير. يا لا، مش تقديريه، هي في الحال هتبان، لانه لو الاتصال قوي هيتنتشر على طول. افرض النجاسه انتشارها ضعيف مثلا، فغيرت لي الجزء ده بس والاتصال قوي، اشوف الباقي اللي مش متغير ده قلتين فاكثر، يبقى اتوضى منه. ايوه، بشرط ان الجزء الباقي ده مش متغير، اقل من قلتين يبقى متاثر. فهمت ازاي؟ لان انا لا انظر للتغير طالما اقل من كلتين. انا متاكد انك هتقعد في البيت تفكر فيها هتلاقيها مفهوم. فنخش على اللي بعد.
ما على حسب بقى، هو هيروح في حياض يجتمع يبقى كلتين في اكثر ولا لا؟ دي برضه هتخش على حسب الكميه. يعني لازم بتقول انت اندفاع، هل يطهر بالاندفاع؟ اللي بيطهر بالاندفاع هو محل النجاسه مش الميه نفسها. الميه عشان تطهر لازم تعدي القلتين وما يبقاش فيها تغير. واضح؟ يسموها بالمكاثره، تطهر بالمكاثره بالاكثار، ان انا اكثرها. فهمت؟ طيب، يسيرا او كثيرا، يعني سواء كان التغير ده يسير او كثير، بخلاف التغير بالطاهرات احنا قلنا لازم يكون تغير كثير، انما التغير القليل يعفى عنه في المخالط الطاهر، لكن المخالط النجس لغلط النجاسه حتى لو تغير يسير ياثر، لان دي نجاسه. فهمت ازاي؟ قوله يسيرا او كثيرا بمجاور او مخالط، احنا قلنا ايام الطاهرات قلنا المجاور لا يضر، مش كده برضه؟ لكن هنا قال لك المجاور يضر زي المخالط لغلظ امر النجاس. فهمت ازاي بقى؟ طيب، بمجاور او مخالط، وانما ضر هنا التغير اليسير وبالمجاور دون ما تقدم في الطاهر لغلظ امر النجاس. سهله؟ طيب، والقلتان اي المتقدم ذكرهما، فقال فيهما للعهد الذكري. القلتان يعني اللي احنا قلناهم قبل كده، عشان كده قالها قال للعهد الذكري المذكوره، يعني نفس القلتين اللي قلناهم قبل كده هيبتدي يتكلم عليهم. يبقى القل دي قد تكون للعهد لمذكور سابق يسموه عهد ذكري، وقد تكون للعهد الذهني لمذكور معلوم ذهنا، زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الماء من الماء، انما الماء من الماء. يبقى الالف واللام هنا على الماء اللي هو المعهود ذهنا، الماء المطلق، يعني يجب الماء الغسل يعني من الماء اللي هو الماء الدافق اللي هو المني، وانا فهمت الماء الثاني ان هو المني لانه ده معهود ذهنا. فهمت ازاي؟ بالرغم انه لم يسبق له ذكر، يبقى في حاجه اسمها المعهود ذهنا، زي اما تقول مثلا وانت في المطبخ لمراتك اديني الدبوس تديك ورك الفرخ، طب اما تقول للراجل الترزي وانت في المحل اديني الدبوس يديك الدبوس اللي بيشك، مع ان هي نفس الكلمه مش كده بس؟ يبقى ايه بيختلف العهد الذهني حسب ايه المكان والبيئه اللي انت فيها. فهمت ازاي؟ تختلف، فلازم الواحد يعرف، لان دي اللغه مهمه، اصل هي اللغه دي اللي احنا بنفهم بيها كلام ربنا وبنفهم بيها كلام سيدنا محمد، فلازم تعرف اللغه دي ازاي تفهم بيها الكلام. يعني انت عند السباك يقول لك يا ولا ناولني الميه، يجيب له ميه النار. فهمت ازاي؟ علشان هو عارف انه بينظف وبيعمل، صح ولا لا؟ انا مثلا لما ابقى بشتغل جراحه واقول للدكتور التخدير ادي للعيان ميه يروح مركب جلوكوز 5%، يبقى ده الميه عند ايه؟ عند الاطباء، والميه عند السباكين ميه نار، والميه عند الخمرجيه خمره. فهمت ازاي؟ وهكذا، يبقى كل واحد عنده الميه بتاعته مع ان الكلمه واحده. يبقى في حاجه اسمها المعهود الذهني. فهمت ازاي؟ المعهود الذهني يختلف باختلاف الايه؟ البيئه اللي قاعدين فيها. فهمت ازاي؟ وهكذا. لغتنا جميله، اللغه العربيه لما تقعد تفصص فيها كده جميله حلوه. فيقول لك وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت مثلا ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فهم منها ايه؟ الا يغلب عسرا واحدا يسرين. عرفها منين؟ ان الالف واللام اللي اتكررت في العسر الثاني دليل ان هو هو نفس العسر الاولاني، يسموه المعهود الذكري. يبقى هو عسر واحد، لكن اليسر جاء مرتين من غير الف ولام، يبقى اليسر الاولاني غير اليسر الثاني، فعرف ان عسر واحد وده يسرين. فقال لن يغلب عسرا واحدا يسرين. عرفها منين صلى الله عليه وسلم؟ لانه ايه؟ لانه فقيه في اللغه صلى الله عليه وسلم، خير من قد تكلم العربيه. العرب قريش اللي كانت يعني بيعملوا في اللغه كده يعني يلعبوا بيها زي ما انت بتلعب بالصلصال، كانوا يسالوا النبي من معنى كلمات، ما يعرفوش والنبي يعلمهم صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ابلغ العرب على الاطلاق. فلما نزلت ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فهم منها صلى الله عليه وسلم ان العسر واحد. ليه؟ لان الالف واللام هنا للمعهود الذكري،
اللي سبق ذكره، يبقى هو يسر واحد. وهنا يسر نكره ويسر نكره، يبقى معناه ده يسر وده يسر، ده شكل وده شكل. فهمت ازاي بقى؟ يبقى حاجات حلوه ايه؟ لما اجي انا اقول لك خد قلم، قلم اللي بيكتب تروح واخد، بعد شويه اقول لك اديني قلم تديني اي قلم. لكن لما اجي اقول لك خد القلم بالالف واللام، وبعد شويه اقول لك اديني القلم، يبقى هو نفسه اللي اديته، ما تجيبليش اي قلم. صح ولا لا؟ لان ده بقت اصبحت الالف واللام للعهد. يبقى ما اقول لك القلم، يبقى القلم المعهود اللي انا اديته لك من شويه هو ده اللي انا عايزه. مش تجيب لي اديتك قلم جاف تدوني هو الجاف نفس، مش تديني قلم رصاص تبقى ما بتفهمش عربي، يقوم يتخانق معاك يقول لك انت ما بتعرفش عربي. واخد بقى؟ حتى في الورشه الواد بيلي يقول له هات المفك، وهو ما لسه مديله المفك معلقه، فما يقول له هات المفك يبقى هو نفسه اللي معلقه. عارف لو اداله المفك الثاني هيديله على قفاه. يا غدا انت ما تفهمش، ما عندكش مفهوميه. يعني حتى الناس عارفه الحاجات دي، العاديين اللي ما دخلوش مدارس، لان في حاجه اسمها العهد الذهني. فهمت ازاي؟ طيب القلتان اي المتقدم ذكرهما، فال فيهما للعهد الذكري اللي هي المذكوره قبل كده. والقلتان في الاصل الجرتان العظيمتان، مش القلتين القناوي بتوعك، لا يعني حاجه كده زي الزير الكبير. الجرتان العظيمتان، فالقلة الجرة العظيمة سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها، يعني يرفعها، يرفعها بالعافية كده. ده الرجل اللي إيه، مش زينا يعني، اللي زي سيدنا موسى كده لما سقى له، واخد بالك؟ يقول لك البير ده بيبقى عليه حجر مغطيينه، يفضلوا الناس واقفة طوابير لحد ما يجتمع مش عارف كام راجل على ما يزحزحوا الغطا بتاعه عشان يعرفوا يملوا. فالناس واقفه طوابير، دخل سيدنا موسى ايه واقفين ليه بقى؟ لقاهم مستنيين حد يزيح، راح عملوا كده بايده وسقف. واخد بالك؟ فعلشان كده قالت ان خير من استاجرت القوي الامين، القوي الامين. لقيته قوي ولما مشي قال لها لا ما تمشيش قدامي، هو راجل شباب لسه ودي بنت، هيقعد بقى يبص لها. وسيدنا موسى في كمال الاخلاق حتى قبل البعثه، لان الانبياء كده على كمال الخلق حتى قبل البعثه. فقال لها شوفي انا همشي قدامكم وانت تمشي ورايا، ولما نحب نحول ترمي لي حصايا على اليمين او الشمال، اروح ايه زي فلاشر كده تعرف على طول. فعرفت منه ان هو قوي وامين، وعلشان كده قالت له ان خير من استاجرت القوي الامين. سميت بذلك لان الرجل العظيم يقلها اي يرفعها، والواحده منها، الواحده منها تسع قربتين ونصفا من قرب الحجاز، والقربة لا تزيد على 100 رطل بغدادي. وفي عرف الفقهاء القلتان ده اسم للمية مش اسم للقلة، في عرف الفقهاء ده وزن مش حجم. فهمت ازاي؟ مش القلة نفسها اللي هو يسموه الإناء، ما يقصدش الإناء، ده يقصد الكمية، ده في عرف الفقهاء. أما يقول لك قلتان ما يقصدش إناء، يقصد كمية. فهمت كلام الشيخ؟ طيب لو تناموا مني، أنا بشوف ناس بتنام، خد بالك. طب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تلاقي حاجة صعبة عليك وأنت بتذاكر تصلي على النبي تلاقيها سهلت، والله بالتجربة. أنا كنت بمتحن دكتوراه في القصر العيني زمان سنة 91، فبيسألونا في الشفوي يعني يقعدوا يعصروا فينا كأننا مثلا هيدخلونا الجنة، عشان كأنه لو نجحت يعني هيديك الجنة. صح يعني امتحانات غلسه كده. فالمهم سالني في حاجه انا كنت قاريها من كذا سنه، سالني وتايهه من ذهني بس انا عارفها، بس مش يعني الشفوي، انت عارف الشفوي لازم بقى ترد على طول كده، فعايز انا اقعد كده الم مخي عشان اقولها له. وبعدين انا كنت في اخر اللجنه بقى وماشي حلو وعايز بقى انجح بقى نفسي بيقرفونا. فالمهم فسالني، فروحت ايه بتاع تايهه من مخي بس انا عارفها، ده انا فاكر شكل الصفحه حتى. قلت فالراجل بيقول لي ايه الممتحن؟ اوعى تكون بتدعي عليا يا ولد. لا انا لا قاعد ببسبس. قاعد ببسبس انا بقى بصلي على النبي عشان افتكر. فقلت له لا والله ده انا بصلي على النبي وانا بقول له كده افتكرتها. قلت له ميريزي سندروم. قال لي برافو ولا واحد عرفها، وراح منجح ببركه الصلاه على النبي.
فانت لما تلاقي حاجه صعبه عليك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه هيجي هيجي الصبر جميل هيجي. شوف بقى، والقلتان في الاصل الجرتان العظيمتان قلنا كده، والواحده منهما تسع قربتين ونصفا من قرب الحجاز، والقربه لا تزيد على 100 رطل بغدادي، وفي عرف الفقهاء اسم للماء المعلوم، مش للايه؟ مش للاناء، للميه قدر معين. ولذلك قال المصنف 500 500 مش تقول 500 500 يعني 20%، خمس الشيء يعني ايه؟ انما تقول 500 يعني 500، يعني اما واحد يقول لك انا ليا عندك 500 ادي له 20 جنيه يستاهل بقى، يستاهل بقى، علشان كده هو مش عارف العربي، تروح تاخد منه 100 وتدي له 20، لان هو بيقول لك 500، مش هو بيقول لك 500، لا هي 500 500. تقول 700 مش 700، 700 سبع يعني سبع. ها تقول برضه 400 مش ربع 100، ربع 100 25، فهمت ازاي؟ 400 400. خد بالك العربي جميل، حبوا العربي الناس، عشان القرآن عربي، وعشان النبي عربي، وعشان لغة أهل الجنة عربي، وعشان إحنا برضو عرب، وعشان ربنا يكرمنا. قال المصنف إيه؟ قال 500 رطل، فلا حاجة لأن يقال ومقدار وزن مظروف القلتين 500، يعني مش ما فيش داعي تقدر إن تقول مقدار وزن مظروف القلتين، يعني الوعاء مقدار، هو انت تقول قلتين 500 وخلاص، لان الفقهاء يقصدوا الكميه ما يقصدوش الاناء، الظرف يعني، الظرف اللي هو الظرف اللي حطيت فيه الميه، مش في حاجه اسمها ظرف مكان وظرف زمان، الظرف انت بتحط فيه الجواب يبقى اسمه ظرف مكان، واخد بالك ازاي؟ والتاني ظرف زمان يعني بصلي الجمعه يوم الجمعه، يبقى ده ايه؟ اليوم ده ظرف زمان. فلا حاجة لأن يقال ومقدار وزن مظروف القلتين 500 رطل إلا بالنظر للأصل، إن القلتين أصلا وعاء، لو نظرنا للأصل ساعتها أقول كده، لكن خلاص هي انتقلت من الأصل اللغوي إلى عرف عند الفقهاء إن بقت كمية، فهمت إزاي؟ ويقدم العرف هنا، وهذا بيان لمقدارهما بالوزن، وبيان مقدارهما بالمساحة، وبيان مقدارهما بالمساحة أن تقول إذا كان محلهما مربعا، إذا كانت هتحطها في حاجة مربعة مكعبة يعني، ما هو مربع يبقى مكعب مش كده برضه؟ فضابطه أن يكون ذراعا وربعا بذراع الآدمي، أدي ذراع الآدمي، هو مش أنا آدمي وأنت آدمي؟ طيب امسك كده الذراع الآدمي، أنا الشبر بتاعي 20 20 سم أهو، وأدي كده والحتة دي 8 سم تقريبا، يبقى 48، يبقى الذراع الادمي 48 سم تقريبا. عايز تعرفها بطريقه احسن يقول لك 12 الذراع، مش فاكر كام بوصه والصباع كام، المهم في الاخر يقول لك 24 اصبع مستعرضه، 24 صباع مستعرض، ده الذراع 24 صباع بالعرض كده، واخد بالك؟ يعني حط اربع صوابع جنب اربع صوابع جنب لحد ما يبقى 24 صباع، ده يطلع الذراع. طب والصباع 12 شعيره، تروح للراجل بتاع الشعير تجيب الشعيره دي وتحط 12 جنب بعض وتقيس بالسنتي، يطلع ده طول ايه الصباع، تضربه في 24 يطلع الذراع. فضبطوا الذراع قالوا حوالي 48 سنتي الى 50 سنتي، ده الذراع. كويس، احنا بنقول ان المكعب يبقى طول ضلعه ذراع وربع يعني حوالي 60 سم، طول ضلعه ذراع وربع يعني حوالي 60 سم، اكتب المقاسات دي عشان هتنساها بعد كده، يبقى الذراع تقريبا 48 سم والذراع وربع يبقى 60 سم. فضابطه في المكعب ان يكون ذراعا وربعا بذراع الادمي طولا وعرضا وعمقا، علشان يبقى مكعب متساوي،
فيبسط الذراع من جنس الربع. هم بقى الوقت عايز يقول لك واحد وربع في واحد وربع في واحد وربع. طب ما هتضربها ازاي؟ ما دي صعب. نقول فقهاء بقى علماء يحسب لك من غير ورقه وقلم، يقول لك اعتبر ان الذراع قسمه اربع علشان يبقى كل ضلع خمس اربع. مش انا عندي ذراع وربع يبقى الواحد الصحيح اربع اربع مع الربع بقى خمس اربع، عشان تبقى سهله اروح حاسبها على طول من غير ورقه وقلم. شوف الفقهاء بقى حلوين ازاي. اسمع، فيبسط الذراع من جنس الربع. يعني لو كان ذراع وتلت كنا هنقول من جنس التلت يبقى ثلاث، لو ذراع وخمس هنقسمه اخماس يبقى ست اخماس، مش كده برضه؟ وهكذا. افهم الحساب بالطريقه الحلوه بتاع الفقهاء اللي تلاقيها سهله، عشان بعد كده في باب المواريث هتحتاج الارقام دي كتير تقوم تفهمها. فيبسط الذراع من جنس الربع فيكون كل منها خمسه ارباع، ويعبر عنها بالاذرع القصيره. هنرمز لها نقول ان ده ذراع قصير، ها، اللي هو ربع ذراع. فتضرب خمسه الطول في خمسه العرض تبقى 25، ثم يضرب الحاصل وهو 25 في خمسه العمق، طول في العرض في العمق عشان يطلع الحجم، يطلع 125. طيب 125 تقسمهم 500 على 125 يطلع 4، معناه كل 100 فيها 400. 400 ايه؟ رطل، مش هي 500 رطل بالبغدادي؟ طيب يبقى كده كل 100 فيها 400، وال 25 في 4 فيها 100، يبقى هي 125 500. سهلة؟ طيب. فالمجموع يحصل 125 ذراعا يخص كل ذراع 4 ارتال، يعني قسم 500 على 125 طلع 4 رطل، صح؟ كل ذراع. ففي ال 100 ذراع 400 رطل، وفي ال 25 ذراعا الباقيين 100 رطل، فالمجموع 500 رطل، وهو مقدار القلتين من غير زياده ولا نقص. واضح؟ حوالي 200 لتر كده بس، ومشيها كده، لكن احنا هنمشي مع الشيخ عشان نفهم منه بيحسب ازاي، تقوم تتعلم طريقه الحساب. فهمت ازاي؟ احنا خلاص عرفناه، بس احنا عايزين نشوف الشيخ بيحسب ازاي. طيب، تقريبا، بس هو بيشوف الشيخ بيحسبهم لك بطريقه جميله ازاي؟ عشان تتعلم منه الحساب بس. طيب، واذا كان محلهما، ايوه لا، اذا كان محلهما مدور كفم البئر، اسطوانه كده، دير مدور، هنبتدي نحسب. ليه بقى؟ علشان انا لما الاقي ميه في دير اروح حاسب العمق والقطر اعرف دي قلتين ولا مش قلتين. فهمت ازاي؟ ادي الكلام، تبقى راجل منور فاهم الدنيا ماشيه ازاي. فهو عايز قبل، قال لك الاول شوف الميه دي اذا كان في اناء متساوي الاضلاع تعرف تحسبها. طب افرض كان في بير، البير ده بيبقى فوهته مدوره اسطوانيه، نقوم نحسبها ازاي؟ واذا كان محلهما مدورا كفم البئر فضابطه ان يكون ذراعا عرضا وذراعين ونصفا عمقا. يبقى العرض القطر، القطر الدايره ذراع، والطول الارتفاع ذراعين ونصف. ركز معايا، اوعى تهمني، ماشي معايا كده. ومتى كان العرض ذراعا؟ لما تبقى دايره قطرها ذراع، بيبقى المحيط ثلاث امثال العرض وسبع، على طول كده محيط الدايره ثلاث امثال القطر زائد سبع. فهمت ازاي؟ اللي هي المحيط، ها، يبقى ده المساحه يعني. لا، ما هو لسه هو بيجيب لك المحيط الاول، هو بيعلمك حته 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 حته. معلش راجعوا معايا برضه، اصل انا نسيت القواعد الرياضيه دي لان انا بقالي سنين ما سبت الكلام. خد بالك، نراقب الشيخ كده ماشي معانا كويس ولا احنا اللي مش فاهمين. بيقول ومتى كان العرض ذراعا كان المحيط، المحيط اهو، ثلاثه اذرع وسبعا، لان المحيط لابد ان يكون ثلاثه امثال العرض وسبع مثله. ده كلامه، خدت بالك؟ ما هي ال 22 على 7؟ قال لي يا طه، شفت شاطر ازاي؟ طيب.
ها؟ ما هي 22 على 7 اللي هي 3 و7 مش كده برضه؟ ايوه صح. وماله صح، ما هو ناس قال لك ما اصل في ناس حسبته 58. فاحنا اعتبرنا الاقل. اختلفوا فيه. فيبسط كل من الطول وهو العمق والعرض وهو المحيط ارباعا. المحيط احنا قلنا 3 أذرع و7، والعمق 2.5 ذراع، هنقسمه ايه؟ ارباع. يبقى عندنا لوجود الربع في مقدار الكلتين في المربع، وتسمى اذرعا قصيره كما علمت، فيكون العرض 4 أذرع. مش احنا قايلين ان العرض ذراع؟ واخد بالك ازاي؟ هنخلي العرض يبقى ايه؟ احنا قايلين ذراع، هيقسموا 4 يعني؟ خلاص بقى 4. يعني هنا هيخليه، هناك كان عملوا نص، عملوا 4، يبقى هنا 4 صحيح. طيب. وتسمى أذرعا قصيرة كما، فيكون العرض 4 أذرع، والطول 10، مش كده برضه؟ 2.5، يبقى الاثنين 8 والنص 2، يبقى 10. الشيخ ماشي معانا كويس الحمد لله. والمحيط، المحيط 12.4، احنا قايلين 3.7 اضربه في 4، الثلاثة تتضرب في 4 تطلع 12، والسبع يتضرب في الأربعة يطلع 4.7، يبقى الشيخ ماشي حافظ جدول الضرب. فتضرب نصف العرض في نصف المحيط. نضرب بقى نصف العرض، نصف العرض في نصف المحيط، يخرج 12.4، عملت بمقتضى قاعدتهم، لا اللي هي قاعدة اللي هو ايه، حجم الاسطوانة يعني. ايوه تمام. ايوه. وان لم يظهر لها فائده، لانها كانت قبل الضرب 12.4، ثم تضرب الحاصل في 10 الطول يحصل 125.5، يعني طلع في زياده هنا 125، الثانيه كانت 125 بالظبط، هنا 125.5. ادي سبب التقريب، عشان كده احنا قلنا تقريبا في الاصح، ان هنا زادت شويه ارسال بسيطه. خدت بالك ازاي؟ فإن ضرب الاثني عشر في العشرة، فإن ضرب الاثني عشر في العشرة بمئة وعشرين، وضرب الأربعة أسباع في العشرة بأربعين سبعا، 35 سبعا بخمسة صحيحة، يعني 35 على 7، ما 40 على 7، يبقى 35 بـ5 يبقى 5 أسباع، 5 و5 أسباع، يبقى 125.5، صح؟ وهي زائدة قال بعضهم وبها حصل التقريب، لكن الراجح أن معنى التقريب يظهر في النقص مش في الزيادة. فهيجي لو كان فوهة البئر ده مثلث، تيجي بالنقص مش مدور. فهمت ازاي؟ يبقى التقريب هيبان لو كان فوهة البئر مثلث. وإذا كان محلهما مثلثا فضابطه أن يكون ذراعا ونصفا عرضا وذراعا ونصفا طولا وذراعين عمقا، يعني مثلث متساوي الأذراع. واخد بالك ازاي؟ 1.5 سم طول ضلعه، والعمق ذراعين، ذراع ونصف طول ضلع، والعمق ذراعين. ده الكلام ده لما يبقى ايه؟ مثلث. فيبسط كل من العرض والطول والعمق ارباعا، ويعبر عنها بالاذرع القصيره كما سبق، فيكون العرض 6 أذرع، ما هو ذراع ونصف نخليه 4 يبقى 6، مش كده برضه؟ ومثله الطول، ويكون العمق 8، لانه كان 2 × 4 = 8، 8 أذرع، فتضرب 6 العرض في 6 الطول يحصل 36، تاخذ ثلثها وعشرها، ثلثها وعشرها ومجموعها 15 و3/5، وتضرب ذلك في 8 العمق اللي هو مساحة المثلث يعني،
تضربها بثمانية العمق يحصل 124 وأربعة أخماس. هنا هو التقريب بالنقص، هنا التقريب جاب النقص، لأن ضرب العشرة في الثمانية بثمانين، وضرب الخمسة في الثمانية بأربعين يبقى 120، وضرب ثلاثة أخماس في ثمانية ب24 خمسا، 20 منها بأربعة صحيحة والباقي أربعة أخماس، فالمجموع 124 وأربعة أخماس، وذلك مقدار القلتين إلا خمس ربع، وهو قدر التقريب. فتدبر، تدبر، تدبر. حد ذاكرها في البيت. قوله 500 رطل بغدادي، اصل انا هخلص النهارده الحته دي ان شاء الله، ما اروحش العياده، لازم اخلص الحته دي. بيقول ايه؟ اصل حاجه بسيطه بقى، انا خلص ربع ساعه، خمس دقائق. طيب هنلكلك، اصل سهله اللي جايه. شوف قوله 500 رطل بغدادي، انا كنت في قايتباية بشرح الشفا، كنت احبس الناس واقول لهم والله لو مشيت هشرح للعمود، ويفضلوا ناس قاعده نايمه كده وانا قاعد اشرح. كنا نقعد ساعات، ثلاث ساعات. صبروا عليا، ما انا اخر ايه عزلت وجيت المؤرخ لانه ما استحملونيش. قالوا 500 رطل بغدادي هذا بالبغدادي، واما بالمصري ف 400 رطل و 46 رطلا رطلا وثلاثه اسباع رطل، وبالدمشقي 107 ارتال وسبع رطل، وكل هذا على تصحيح النووي. والرطل بكسر الراء على الافصح، لكن احنا بنقول بفتح الراء المصريين، لغه ضعيفه تمشي، ويجوز الفتح ماشي، المصريين تمشي رطل برضه. ما تروحش بقى في عند الراجل تقول له اديني رطل، يقول له رطل ما جراش، لغه صحيحه. ها؟ والله لا، في الارياف ساعات يقول لك هجيب لك رطلين سمنه. والله طيب خلاص، انا اصلي ازاي؟ انا ما بشتريش الحقيقه، انا بيشترى لي. تقريبا يقول لك تقريبا يعني ايه بقى؟ تمييز محول عن المضاف. كلمة تقريبا دي تمييز محول عن المضاف، والاصل تقريب 500 رطل، فراح محولها، ما هي تقريب ده مضاف و500 مضاف اليه، حول تقريب اللي هي المضاف حولها الى تمييز، فقال لك تقريبا. فهمت بقى جت ازاي؟ طيب تمييز محول عن المضاف، والاصل تقريب 500 رطل بغدادي اي مقربها، بمعنى ما يقرب منها، فلا يضر نقص رطل او رطلين على الاشهر في الروضه. يبقى التقريب مش التحديد، يبقى 500 رطل بالتقريب ليست بالتحديد، فلا يضر نقص رطل او رطلين، يعني ما تبقاش محمشط، سيبها على الله. في الاصح اي على القول الاصح وهو المعتمد فيهما، اي في كونهما 500 رطل وكونهما تقريبا، ومقابل الاصح في الطريق الاول ما قيل من انهما 600 رطل وما قيل من انهما 1000 رطل، اللي هو مقابل الاصح قال لك 500 رطل في الاصح، دليل ان في اقوال اخرى. ناس قالت في راي وجه بيقول لك 600 وفي وجه بيقول 1000 رطل، ده مقابل الاصح. فهمت ازاي؟ ومقابله في الثاني اللي هو التقريب ولا التحديد. فهمت ازاي؟ ده الثاني. ومقابله في الثاني التحديد، يبقى تقريبا يقابله تحديدا، و500 رطل يقابلها 600 و1000. فهمت المساله؟ المساله فهمتها؟ اصبر، الصبر جميل، اكتر من كده وربنا بيزيح. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ها؟ وعليه فيضر النقص ان قل، اللي هو ايه؟ على الوجه اللي بيقول بالتحديد، على الوجه اللي بيقول بالتحديد تحديدا يبقى يضر النقص، والوجه اللي بيقول تقريبا ما يضرش نقص رطل او رطلين. فهمت ازاي؟ طيب والرطل بالبغدادي، واما الرطل المصري ف 144 درهما، وقد علمت مقدار القلتين عليه. قوله عند النووي، واما عند الرافعي ف 130 درهما، وهو خلاف المعتمد. وترك المصنف قسما خامسا من اقسام المياه، احنا قال هو قسمهم اربعه، بيقول لك المصنف ترك قسم خامس اللي هو الماء المحرم استعماله، طاهر مطهر يحرم استعماله، لان كان قال لك طاهر مطهر مكروه وطاهر مطهر غير مكروه، وبعدين ماء طاهر غير مطهر وهو قسمان، وماء متنجس وهو قسمان، مش كده؟ اربع اقسام.
قال ان الشيخ هنا ساب قسم خامس وهو الماء المحرم استعمال، طاهر مطهر يحرم استعمال. في مية يحرم استعمالها؟ قال لك كالماء المغصوب. يعني تسرق مية من واحد وتروح تتوضأ يا مسلم، يبقى اسمها ماء محرم بالرغم انها طهر مطهرة بس حرام. ماء مغصوب زي ايه؟ انت غصبت فدان الارض ده من اخواتك في الورث عشان انت راجل كده صوتك عالي وبتاع وضحكت عليهم ودقت في ترومبة، يبقى يحرم الوضوء بالماء اللي من الترومبة دي لانه ده ماء مغصوب. شوف قد ايه ناس كتير بتاخد ارض مش ملكها، واخد بالك، ويعيش فيها ويوصلوا المية منها ويقدم في الحكومة ويبني بيت، بقى بيصلي في ارض مغصوبة يحرم، لا ثواب لصلاته ويسقط الفرض وباطلة عند الحنابلة. وكذلك يتوضأ بماء مغصوب يبقى وضوءه صحيح ويحرم وباطل عند الحنابلة. شوف قد ايه على مذهب الحنابلة ده شغلانة حرام حرام. وبعد ده كله يبعث يوم القيامة شايلها من سبع أراضين، يطوقها من سبع أراضين. شفت الناس اللي بتاخد في الساحل الشمالي قد ايه يا خبر، ده هيشيلوا شيل، ربنا ينجينا يا اخي. وترك المصنف قسما خامسا اي من حيث التصريح بوصفه، والا فهو داخل في الماء المطلق. واشار الشارح الى انه كان الاولى للمصنف ان يعده كالمكروه، الا ان يقال انما عد المكروه لما ينشا عنه من الضرر، لكن الحرام فيه ضرر ديني مش ضرر بدني، علشان كده ما جابش، على اساس ان القاعده ان ضرر الابدان مقدم على ضرر الاديان، واخد بالك، القاعده عندهم كده، ده عايز يقول كده فيه ضرر دين، لان احنا قلنا ان الماء المشمس مكروه بالشروط لانه يمكن يورث البرص، مش كده برضه بالشروط اللي احنا قلناها السبعه. طيب، والمكروه فيه ضرر بدني، وانظر ايهم اهم اعتناء بذكره. وقولهم علم الابدان مقدم على علم الاديان يقتضي ان الثاني اشد اعتداء، وانظر ايهما اهم اعتناء بذكري، وقولهم علم الابدان مقدم على علم الاديان يقتضي ان الثاني اشد اعتناء، وهو اي القسم الخامس الذي تركه المصنف. وقوله الحرام اي استعماله كما هو ظاهر، واشار اليه الشارح بالتمثيل حيث قال كالوضوء ولم يقل كالماء، مع انه مقتضى التمثيل. والحاصل ان الماء تعتريه الاحكام الخمسة، فيجب استعماله في الفرض ويندب استعماله في النفس، ويحرم استعمال المغصوب والمسبل للشرب، يعني مية سبيل للشرب في بلد في حتة ما فيش فيها مية، ما تروحش انت تتوضى بيها بقى الناس تموت من العطش، اتيمم واشرب المية، فهمت، لان ده مسبل للشرب. ويكره استعمال المشمس، ويكون خلاف الاولى كماء زمزم في ازاله النجاسه، يعني ماء زمزم ماء شريف ما يصحش بقى تستنجى بيه، اشربه اتوضى بيه، انما تستنجى بيه وتحطه على عورتك وتزيل بيه البراز، يعني مش ادب، خلاف الاولى، يسموها خلاف الاولى، يعني حاجه كده بين المباح وبين المكروه، اخف من المكروه يستحمى بيه. ايوه كماء زمزم في ازاله النجاسه، ويكون مباحا وهو ما لم يطلب استعماله ولا تركه، اللي هو يعني يستوي فيه الطرفين. ونقف على فصل في ذكر شيء من الاعيان المتنجسه يوم السبت القادم. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، وجزاكم الله خيرا على صبركم علي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.